مؤتمر مجمع أكبر عدد من أطباء الأطفال في محافظة المنوفية وكل محافظات المنوفية. المؤتمر بينقسم لجزئين، الجزء الأول ورش عمل، الجزء الثاني من المؤتمر هو عبارة عن محاضرات. هدف منها هو رفع الكفاءة العلمية للأطباء وكذلك تبادل المعرفة، جزء منها مناقشات علمية، وده برضو من الحاجات اللي بتحل كثير من أوجه الخلاف الطبي. احنا دايما بنقول ان المؤتمرات لها فايدتين، الفايدة الاولى فايدة علمية، الفايدة العلمية دي متمثلة في التدريب في ورش العمل ومتمثلة في العلم والمعلومات والمناقشات في المحاضرات. الفايدة الثانية للمؤتمرات الفايدة الاجتماعية، الفايدة الاجتماعية اللي بتقرب الأطباء ببعضهم، بتقرب الأستاذ بالنائب، بتسهل التعارف، ده بيسهل الكونسلتيشن وان هو يستشيره في الحالات الأصعب وان هو يتبادل معاه المعلومات. احنا عندنا بنهتم اكتر حاجه بالبيشنت، ان احنا بنكون بنقدم له احسن دواء باحسن كواليتي وطبعا بسعر مناسب للايكونومكس اللي موجوده في الماركت الموجود في مصر. هنا في عدد كبير جدا من الدكاتره، اساتذه ورؤساء اقسام من كل حته موجوده في الجمهوريه، فدي بتبقى فرصه حلوه قوي ان احنا نقابل الدكاتره ونكلمهم ونتكلم معاهم اكتر ويحصل تواصل بين الشركات وبين الدكاتره.